عمر، انا وانا ببص على النتائج كده كنت مجهز لك سؤال، انه ايه اصعب مباراه واجهتها، ايه المطبات اللي انت واجهتها في البطوله دي؟ بس انا بس عشان ايه اقول للناس احنا كنا ماشيين فين البطوله دي. احنا كنا في المجموعه الثانيه، معانا الجزائر والكونغو وليبيا. وليبيا تمام. كسبنا ليبيا 40-23. تمام. كسبنا الكونغو نفس النتيجه 40-23. كسبنا الجزائر 39-27. في نص النهائي كسبنا انجولا 33-24. كسبنا الجزائر في النهائي 35-15، علما ان احنا كان الفرق في الدور الاول 12 هدف، احنا هنا تقريبا 20 هدف في المباراه النهائيه مش مباراه في دور اول. فتقريبا على مستوى النتائج المباريات كلها كانت سهله بالنسبه لك، او انتوا خليتوها سهله. ايه اللي حصل؟ والله صح يعني انا بدور على كلامك مظبوط. لا انت حاطط سبوت على حاجات بعد ما يخلص عمر هقول لك عليها. والله يا استاذ كريم احنا استعدينا كويس جدا لبطوله افريقيا. الاتحاد مع الجهاز الفني وفر لنا كل حاجه اللي احنا نوصل زي ما حضرتك بتقول دلوقتي. ما فيش فرقه في افريقيا تقف قدامنا او فرقه تعافر معانا. استعدينا ازاي؟ استعدينا معسكرات داخليه ومعسكرات خارجيه، زي ما الكابتن عمرو رحنا المجر، رحنا البرتغال، رحنا فرنسا. فاحنا استعدينا كويس جدا والحمد لله. الشغل اللي احنا اشتغلناه والاستقرار، نقطه الاستقرار اللي على المهاب دي كانت مهمه جدا، المنتخب بتاعنا كان محتاجها. وصلتنا الحمد لله ان مفيش يعتبر فرقه في افريقيا يعني مشيت معانا مثلا جونين وجون حتى. فالحمد لله. وده اصلا المفروض الطبيعي بتاع مصر، يعني الطبيعي بتاع مصر في بطولات افريقيا اللي هو يعني دايما مصر الاول دايما. بس الحمد لله احنا قدرنا على قد ما نقدر ان احنا نبقى اول بعيد عن الناس دي كلها. مفيش حد يعرف يلحقنا في الماتش اصلا. ده فاكر كمان لسه خلصانه احنا اصلا كمان السكورات دي كلها كابتن عمرو ما كانش راضي بيها. لا ده بجد بقى، ده بجد ده بجد بقى. شكله صعب برضه. ده كان كل يعني انا مثلا لو طلع بالنتيجه ديت انا خارج بتزعلي ولا بس بتلومني ولا بتقولي لا والله بعد كل ماتش يا كريم كان بيبقى فيه بانش في حاجات كده بجد والله. ليه بقى؟ لا في التدريب يعني بيبقى فيه تحميل كده في التدريب بانش ليهم في حاجه. يعني انت بتعاقبهم بالتدريب؟ مش بسيط، مش بره بسيط بسيطه يعني لو هنحط التدريب. لا انا هقول لك برضو النقطه دي انا عايز اتكلم فيها. احنا برضو الحمد لله يعني انا وكابتن صابر حسين بنشتغل باستراتيجي، مش بنشتغل كده يعني. احنا مثلا في شغل رايحين محضرينه للمباراه النهائيه ايا كان اللي موجود. الشغل ده ما ظهرش خالص طول البطوله. يعني انت مجهز من قبل البطوله. انا لما هوصل للنهائي من سنه يا كريم، انا مجهز من سنه شغل للماتش النهائي من سنه كمان. عارف انك هتوصل النهائي ان شاء الله باذن الله. يعني فاهم، انا واثق في الولاد ان احنا هنوصل. فانت مجهز الاستراتيجيه بتاعتها من سنه. من سنه في تاكتكس شغالين عليها لمده سنه، والتاكتكس دي مش تطلع غير في الماتش النهائي بس. وده اللي حصل. انا جيت في الماتش النهائي، ما الجزائر لعبتني قبل الماتش النهائي في المجموعه، فرق 12 في الدور الاول. في الدور الاول اللي يتفرج على الماتش ده ويتفرج على الماتش النهائي هيعرف ان في 100% من الشغل الهجومي والدفاعي مختلف تماما عن الشغل بتاع المجموعه. هو اصطدم المدرب، اتشل، ما فيش، قعد 25 دقيقه جاب خمس تجوان. مش ده اللي بيحصل. ليه؟ المدرب فضلنا متحجمين طول اصلا طول البطوله، فضلنا متحجمين بالتكتيك. يعني كنا مدينا تو تكتيك او ثري تكتيك كده بس نشتغل بيهم طول البطوله. لحد يعني معناها مثلا بتاع 10 تكتيك. جينا ماتش الفاينل بقى طلعنا ال 10. طلعنا بقى مش كابتن زوال. انت عايز تطلعنا يعني، انت عايز تبقى هم انطلقوا. بس دي نقطه مهمه جدا تدريبيا يعني. انا معلش انا برضو فكري الحمد لله، يعني الحمد لله ان الشعب المصري كله دلوقتي بقى يحب كره اليد، لدرجه ان انا كتبت في مره ان كره اليد قربت تبقى الشعبيه الاولى في مصر. يعني اتمنى والله كره الناس بقت تحب كره اليد عشان نجاحات كره اليد.